السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة. أجمع عدد من المراقبين على أن الواقع الصحي في العراق منهار بالرغم من الموازنات الانفجارية التي يقرها العراق وتخصيص المبالغ الطائلة لوزارة الصحة، مؤكدين تحول حقيبة وزارة الصحة إلى مغنم يتنافس عليه السياسيون بشراسة للفوز بها بهدف اختلاس الأموال من العقود الصحية، الأمر الذي جعل من الواقع الصحي العراقي في الحضيض. وأشاروا إلى أن هناك الكثير من المقاولات المخصصة لصيانة المستشفيات وتأهيلها توضع لها مبالغ تصل إلى أضعاف قيمتها الحقيقية، الأمر الذي يؤشر لمدى الفساد المتغلغل في هذه الوزارة. وأكدوا أن المواطن لا يلمس أي تحسن في القطاع الصحي في ظل المعاناة التي يتكبدها عند وصوله للمستشفى. والحكومة تمارس البهرجة الإعلامية فيما يتعلق بالقطاع الصحي في محاولة بائسة كما وصفوها لتحسين سمعتها، وحلت بغداد في المرتبة الأخيرة بموجب مؤشر الرعاية الصحية لمدن العالم خلال العام الحالي 2023 بحسب موقع نامبيو المختص في الأبحاث وتصنيف الدول. ويعد مؤشر الرعاية الصحية تحليلا إحصائيا للجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية، ويستند إلى تقييم 89 دولة بناء على 5 متغيرات صحية مختلفة، منها البنية التحتية للرعاية الصحية، اختصاص الرعاية الصحية من أطباء وموظفي التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين والكفاءات، بالإضافة إلى توافر الأدوية الجيدة وكذلك الاستعداد الحكومي. سنتابع الآن بعد قليل مع حضراتكم أحد المواطنين وهو يرصد الواقع الصحي المزري لمستشفى الصدر في محافظة النجف والإهمال الذي تعاني منه هذه المستشفى من جميع النواحي، لنشاهد. شرفك هذا شيء سكران نفوس مع الحج أخي عارفين ما جاء يجو أنا دولة أولهم ما موجودين هريك تأمون بهم بالمستشفى صديق جديد ساعة ما موجود المفروض هم كادر الطبي يهتم به ميسا هذا الحجي ميسا ساعة ما يسا حتى ما يما عدر حج بنتي برا وجهت ميسا هذا يسا يتابعون هذا مزين هذا ليش صديق جديد عشان هذا الحجي نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، حيث تعاني مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من واقع صحي متردي يتمثل بتهالك بناها التحتية والدمار الذي ما زال يلحق بأغلب مؤسساتها الصحية حتى بات الوضع فيها مأساويا كما يصفه أهل المدينة. وقال الدكتور أخصائي طب الطوارئ عرفان يونس الشمري إنه قبل العمليات العسكرية في الموصل كانت مستشفيات نينوى تحتوي على 4000 سرير توفر العناية الطبية لكل مرضى المدينة، وكانت محافظة نينوى تعتبر ثاني محافظات العراق من حيث تقديم الخدمات الطبية رغم قدم مبانيها التحتية وقلة التجهيزات بعد الاحتلال الأمريكي. ووصف رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنغالي النظام الصحي في العراق ولا سيما في محافظة نينوى بأنه متهالك ومتخلف، وأن الوضع الصحي في المحافظة سيء ومتردي،
وأكد نائب عن محافظة نينوى نايف الشمري أن أذرع الفساد ما زالت مستفحلة في مؤسسات الصحة بالمحافظة، مشددا على أن خضوع المؤسسة الصحية للفاسدين يجعل من موضوع انعدام الخدمات الصحية أمرا طبيعيا. طبعا يعزو ناشطون من نينوى انهيار القطاع الصحي في المحافظة إلى عاملين رئيسين، الأول هو الصراع السياسي على إدارة ملف صحة نينوى، والثاني المتمثل بالفساد الحكومي الذي بسببه يحرم أبناء المحافظة من الخدمات الصحية. طبعا قال الناشطون أن مستشفيات محافظة نينوى تفتقر للعلاجات والأدوية والأجهزة الطبية، حيث لا يوجد أي مستشفى تخصصي متكامل في مدينة الموصل، وما هو متوفر حاليا هي مجرد مستشفيات كرفانية مؤقتة تعجز عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى. دعونا نتابع أحد المواطنين يتحدث عن تعطل جهاز المفراس منذ 5 أسابيع في مستشفى بن سينا في مدينة الموصل، ولم تتم صيانته بسبب الحاجة إلى مبلغ يقدر ما بين 12 إلى 50 مليون دينار عراقي. دعونا نشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، مناشدكم باسم الإنسانية مستشفى ابن سينا الموقع البديل، طبعا ما يقارب اليوم 3 بالشهر 3/9 أكثر من شهر، أي ما يقارب 5 أسابيع مستشفى ابن سينا يعاني من نقص جهاز مفراس عاطل عندهم، والتكلفة حسب ما افتهمنا من الموظفين يكلف 12 مليون، ورواية ثانية انه 50 مليون، 12 مليون و 50 مليون، يعني خلف الله على الموظفين والدكاترة ومدير المستشفى والكوادر ما عندهم قصور، طبعا يقدمون أفضل الخدمات للمراجعين ولكن بدون جهاز مفراس. هناك جملة عصبية، الناس يراجعون ماكو جهاز مفراس، اكو أشخاص واقعين من السطح مدعومين بالسيارة يصعدوهم على الإزعاف يدزوهم على المستشفيات بالأيمن بالأيسر، الله ما يقبل. نناشد باسم الإنسانية الخيرين والسياسيين جماعة الصحة، مدير صحة نينوى، وزير الصحة، الجهات المعنية، سواء تكلفته 12 مليون أو 50 مليون، جهاز مفراز المفروض يصير جهاز مفراز إضافي في مستشفى ابن سينا، لأن الجملة العصبية أكو مرضى هسه راخدين يطرعوهم من العمليات مباشرة، بعد ما يطرعوهم من العمليات يدزوهم على الأيمن، والمشكلة مو هنا، المشكلة أهل العيادات اللي عندهم عيادات اللي عندهم أجهزة مفراز صعدوا السعر من 125 ألف إلى 180-190 ألف، الله ما يقبل. ليش تستغلون الوضع؟ لأن هذا الجهاز تعطل، أنتوا رفعتوا الأسعار، يعني خافوا شوية. الله يا جماعة المفراز يا عياداتك، ناس ما عندهم فلوس، يعني إذا ما يقدر يسوي هنا مفراز وين يروح وين يولي؟ ما عنده 200 ألف دينار. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. تعليق لدينا من مهند الحاج يقول: وين يقدمون أفضل الخدمات؟ هذا أسوأ مستشفى بمحافظة نينوى من كل النواحي، وهذا حكي عن اطلاع وتجربة. علي يقول: زين مو أكو قسم كامل للصيانة، شنو شغلهم مثلا؟ تعليق لدينا من لقمان النعيمي يقول: مستشفى بن سينا مستشفى فاشل وخدمات صفر بيها، لو يعزلوها أحسن والله. لدينا تعليق من فلاح يقول: هذا حال كل المستشفيات في العراق. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. أهالي منطقة الزبير وحي الرسول في محافظة البصرة طالبوا الجهات المختصة بإنقاذهم أو من أجل إنقاذهم من مياه الإسالة التي تصل إلى منازلهم، إذ وثقوها بالمقاطع التي أو في المقطع الذي سنشاهده بعد قليل، وهي ملوثة وباللون الأصفر أو الأسود مع رائحة كريهة جاءت مع هذه المياه. دعونا نشاهد. زبير حي العسكري، هذا ماي الزبير حي العسكري، ماي اصفر اضافة الى رائحته كريهة، ماي خايس لا يصلح لا للاستخدام البشري ولا غيره، هذا ماي حي العسكري.
نستمر مشاهدينا الكرام بالحديث عن هذا الموضوع. أحد الناشطين من محافظة البصرة نقل معاناة المواطنين بمنطقة التنومة في قضاء شط العرب، حيث تصب مياه المجاري الثقيلة أو الآسنة في نهر الشعيبي منذ عام 2013 ولغاية الآن دون حلول حكومية. إلى جانب ذلك، أكد عدد من المواطنين حدوث حالات وفيات جراء هذه المياه الملوثة. دعونا نشاهد. من قضاء شط العرب، اليوم هو الاثنين الموافق 28/8/2023. طبعا منطقة التنومة خلف مشروع ماء شط العرب بالتنومة، مشروع الماء، هاي الأرض يسمونها أرض الشعيبي، يعني تصدق أو لا تصدق. شوفوا هاي محطة مياه ثقيلة، بس طلع ليها بالكاميرا، هاي محطة مياه ثقيلة. طبعا هاي سنة 2013 تم تبليط وإنجاز مشروع مجاري لمنطقة حي الجامعة في منطقة التنومة. هل صحيح هذا قانونا ومهنيا وأهل الاختصاص وأهل الفن خلي يشوفون هذا صحيح العمل؟ مجاري، مياه ثقيلة، مياه آسنة، شوف الريحة ما تنجرع من 2013 لليوم تصب بنهر الشعيبي بهاي المنطقة بالتنومة. شوف هاي جور المواطنين، ناس فقراء من أهل شط العرب، وهذا من 2013 يصب. يقولون اكو ناس ماتت بسبب الامراض اللي صارت بسبب هذا المجاري. ابو رياض من اللي هنا ناس توفى؟ اثنين من جيراننا، اثنين ابو رياض نعم. وابو رشد توفوا بسبب النار، بسبب النار. واطفال اثنين غرقوا، بس احنا لحقنا عليهم ان شاء الله. سؤال الى هيئه النجاح، الى كل مسؤول شريف في محافظه البصره، هل يصح ان يكون عملنا هيك؟ يصير عملنا؟ طبعا المشاريع بالفترات السابقه المظلمه كانت كلها بهالطريقه وبهالشكله، يعني انت تبلط وتشتغل وتسوي مجاري والمجاري تسلطها بالانهار، يعني وهذا الشغل صحيح؟ نتابع الان مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذين المقطعين. كيان يقول: كلها مناطق البصره هيك، ماي مالها يقبل هسه الماي مالها يقبل هسه محافظ البصره يوصل لبيتنا هيك الماي بريحه زفره. طيب تعليق من مجيد يقول: والانكى من ذلك يوجد عند مصب نهر الشعيبي في شط العرب ماخذ ماء اساله القضاء ومعمل لتعبئه مياه شرب لا يبعدان سوى 50 مترا عن نقطه الالتقاء، علما ان ظاهره المد والجزر تزيد التلوث. عباس يقول: لا أحد من المسؤولين يهتم بمعاناة الناس. وتعليق من أبو يوسف يقول: شط العرب من الصالحية لحد الجزيرة، كل مياه المجاري تصب في شط العرب، ما أعتقد أكو مسؤول بهذا القضاء. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم ونستمع لرأي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للأوضاع الصحية والأوضاع البيئية، أستاذ هو لما يكون الفساد مستشري بالبلد حتما تكون هي المخلفات مالته. إحنا اليوم ما تقودنا دولة، تقودنا أحزاب، فالأحزاب تنظر لمصالحها، يعني مصالحها هي بالمقدمة، أما مصلحة المواطن، مصلحة البلد، هذا شيء ثانوي أو ما ينظرون له بالمرة. فيا اخي احنا بعد يعني صراحه وصلنا الى يعني قناعه تامه بانه هذه الاحزاب ما تبني بلد ولا تهتم بمواطن، يعني هو هذا اصبح ديدنهم الفساد والسرقه يعني ما شبعوا يا سيد عبد الرزاق 20 سنه من البوق والسرقه وتدمير البلد، يعني ما عندهم شويه احساس او ضمير تجاه هذا الوطن وتجاه المواطن؟ ابد، صدقني يا استاذ محمد، دولة ما تملي حلوكهم الا التراب، يعني دولة تعودوا، يعني اصبح بهم هذا طبع، طبعوا على السرقه وعلى النهب وعلى الفساد، فما نتامل بهم خير يا استاذ محمد. يعني اي قطاع من قطاعات الدوله من بعد 2003 لحد هذا اليوم هو صار بفد منبت. هناك جهات بالعراق تصدر نفسها على اساس انه هي المنقذ، انه هي الجهة اللي تصحح الخطأ، الجهة المقاومة، الجهة اللي سلاحها مرفوع ضد الظلم. طيب
وين هذه الجهات من هذا الفساد؟ وين هذه الجهات من حماية حقوق الناس، من المحافظة على ثروات العراق الطبيعية من الانقراض؟ يعني في ظل الآن أزمة الجفاف وشحة المياه وغيرها اللي دا نشوفها، وكذلك السرقات اللي دا تصير بالمال العام، يعني ذني الجهات اللي عندهم آلة إعلامية وماكنة يومية يتكلمون عن الشيخ المجاهد والحاج المجاهد، وينهم ذولا من الفاسدين؟ ليش ما يحاربون الفساد؟ ذولا يحملون فكر متحجر. ذولا يعني ما عندهم يعني نظرة تقدمية، نظرة مدنية، نظرة يعني تخدم المواطن، وعايشين على الشعارات الفارغة وعلى الكذب، فما يبنون دولة وطن. صدقني يا أستاذ محمد، هاي مع المقاومة، وهذه هاي يعني شو مثل ما تقول يضحكون بها على الناس السذج. وأكو هاي للأسف الشديد يعني بالبلد هاي ناس بسطاء وسذج، فيمشون عليها هاي هالشعارات هذه التافهة اللي احنا يعني عشت على هاي الشعارات. والشعارات هذه دائما جلبت للبلد وللوطن وللمواطن الويلات، يعني من ذاك اليوم لهذا اليوم، واليوم الجماعة متعظوا من الماضي هم نفس الحالة، هم مقاومة والمحتال وكلا كلا. يا أخي هذه ما تبني وطن. إحنا اليوم مريد، إحنا من مريد نعادي أي بلد، مريد نعادي أي دولة، مريد نعادي أي شعب، نريد نبني. يا أخي المواطن العراقي وصل إلى حالة من اليأس والإحباط، بعد ما إلى رغبة يعني يقول الواحد يعني شو مثل ما تقول يدفعها. فمليانة من الحروب، مليانة من سفك الدماء، فذولا يعني شلون يعني يدوني يعني يستمرون بالكذب مالتهم والمحافظة على المناصب مالتهم والكراسي بهالشعارات هذه، بس ما يعرفون بأنه المواطن العراقي سأم من هذه الشعارات، وما يعني ما يستعدون. صدقني يا أستاذ محمد، فشوف يعني اليوم البلد فوضى، يعني من ذاك اليوم لهذا اليوم البلد فوضى، لا استقرار ولا امان. يعني على مود شنو؟ والله على مود هلا الاحزاب هاي التافهه الفارغه اللي جتنا من بعد 2003 هي تستمر. يا اخي ما هم يعرفون كل الزيان، ما حد يريد المواطن العراقي يعني شلون مثل ما تقول سأم من عندهم، فجاي يحاولون يعني يسوون شلون مثل ما تقول يعيشون الشعب بازمات، يثيرون فتن وبلبله وصراعات داخليه حتى الناس يعني تنشغل. احنا اليوم جاي نشوف هاي مال كركوك، ترى هذه هي هاي تفعيلهم، يعني هذا من صنعهم، يعني يعيدون العراق للايام الطائفيه. وهذه نقول لهم احنا ترى لا العنصري اللي بالشمال اللي يحاول يعني يفرق بين ابناء الوطن، اللي يقول يعني دماء أبنائنا وكأنما هو مو عم عايش بالعراق، دماء أبنائنا لم تذهب سدى، أنت عايش بالعراق بس هو مو عراقي. يعني ولا وجر الحديث هو مو عراقي، أنا أعرف كل شيء. ولا الأطراف الثانية اللي موجودة بالوسط والجنوب والغربية اللي تتكلم بعنصرية طائفية. لا الطائفيين، لا الطائفيين ولا العنصريين يبنون بلد. صحيح. صدقني. صحيح. أنا أشكرك سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا لك للمشاركة. دعونا نكمل المشاهدين الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة. ناشط من محافظة ذي قار رصد تراكم النفايات في شوارع مدينة الناصرية وتساءل عن دور البلدية وواجباتها في رفع التلوث، عازيا الإهمال في تنفيذ مهامها إلى انشغال المسؤولين في الفساد عن الدور المنوط بهم. دعونا نشاهد الجولة الصباحية في محافظة ذي قار اليوم عن النفايات. هذا شارع 20، هذا أول مكان للنفايات. ابقى وياي أراويك محافظة ذي قار اللي صرفت عليها مليارات، هذا المكب الثاني. ابقى وياي شوف شارع 20، أنا راح أسوي لك نبذة صغيرة عن شارع 20. وين البلدية؟ وين قسم البلدية مال الشرقية؟ دويرة باوع عزيزي المشاهد، باوع النفايات بعد وبعد راح أفاجئك. هاي المليارات اللي صرفت على البلد. شارع 20 اراويكم النفايات، باوع النفايات البسايدين. يعني معقوله هاي بلديه ناصريه اللي جبايتها مليارات واللي صرفت عليها مليارات ولكل القطاعات اللي هي جاي تدعم بلديه الناصريه. هذا شارع 20 الساعه بالستة الصبح، يعني على مدار ثلاثه ايام او اربعه ايام ما زالت النفايات موجوده. اخباوع لي باوع 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 عزيزي المشاهد. رئيس الوزراء، بلدية الناصرية عبارة عن قطع واستثمارات ومقاطعات. حق باوع لي باوع شارع 20 باوع. شرفكم، هذا العراق بلد الخير. حق
باوع النفايات، يعني جبال مال النفايات. معقوله بلديتنا وين؟ الكابسات وين؟ الاليات وين؟ الكادر مال البلديه وين؟ هاك باوع شارع 20 هاي الساعه ب6 الصبح، هاي تقريبا صار لهم 3 ايام النفايات. المفروض انا شو اسوي؟ اخذ من اهل المحلات غرامه، ليش تذب زبالتك بالباب؟ هاك باوع، هاي وضعيه هسه. هذا شارع 20 قرب الدفاع المدني، راح ادخل لك عليه من على شارع النيل. ابقى وياي عزيزي المشاهد. تلول مال النفايات هاي بالجزء الوسطيه. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. ننتقل هذه المرة إلى محافظة بابل، حيث اشتكى أحد المواطنين من تكدس النفايات على طول شارع 100، حيث تشارك سيارات البلدية بزيادة معاناة المواطنين بسبب رميها للنفايات، ما أجبر العديد من سكان تلك المنطقة إلى ترك منازلهم أو بيعها بسبب انتشار الأمراض والحشرات والروائح الكريهة. دعونا نشاهد. اليوم حبينا أن ننتقد الظاهرة منتشرة في محافظة بابل، ألا وهي تراكم النفايات الغير حضارية. وشوف طريقة التخلص من عدها وحرقها ودفنها. شارع جديد اللي افتتحوه محافظة بابل، طبعا الشارع اللي طول افتتاحه حدود 5-6 سنوات بسبب عدم استملاك الأراضي. قطعتين ثلاثة سدت طريق الطريق، يعني مسار هذا الطريق. يقال انه عدم استملاك من قبل المحافظة، مئات المليارات صرفت على هذا الشارع الحيوي، طريق رينج رود يحيط بمحافظة بابل، ومما ادى الى تحوله الى مكب للنفايات، واللي اثر على هذه المنطقة بحيث والله العظيم بدأت الناس تبيع منازلها بسبب الحشرات والذباب والروائح الكريهه اللي تنتج. انه شوف تكديس النفايات اللي صار على طول هذا شارع، شارع 100 في محافظه بابل. طبعا هذا بعلم الاجهزه الاداريه في المحافظه وبعلم البلديه اللي تشوفون اكو كاميرا هناك موجوده الطاقه الشمسيه، وكاميرا في نهايه الطريق بطريق تقاطع مع شريفه. هذا بعلم كافة يعني الجهات الإدارية والرقابية في المحافظة، ولا يقول واحد احنا هاي الأجهزة، هاي السيارات مالت البلدية هي اللي دا تشتغل على هالطريق هذا. أتمنى أن توصل رسالتنا ويخلصونا من هالموضوع هذا. والله العظيم تعبنا نفسيا، ويعني بدينا يعني واحد تحويشة عمره كلها ذبها بهذا البيت، وتالي يبيعه بالكسران بسبب التخلص من هالوضعية هذه. استمرنا مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. نبقى في محافظة بابل، حيث انتقد أحد الناشطين الإهمال الحكومي لسكة الحديد، حيث رصد الأدغال النابتة على السكة وجنباتها، متسائلا عن دورهم الحكومة أو البلدية في تنظيفها وإدامتها كما تفعل الدول المتقدمة، كما أكد أن هذا الأمر لا يحتاج إلى الأموال بقدر المتابعة والإشراف والتوجيه للقطاعات العاملة في هذا المجال. لنشاهد. طبعا اليوم صباحا استوقفني هذا المنظر الرائع والجميل جدا اللي شفته اليوم داخل مركز محافظة بابل، تحديدا هسه احنا موقفين على سكة القطار. يعني أنا أسأل سؤال، تفضل تعالي تعالي شوي تعالي تعالي. هاي سكة مال القطار، هذا القطار يفوت. طبعا تدري احنا عندنا الاف من القطارات الموجودة بالعراق، ويوميا 1000 قطار 2000 قطار، هو قطار واحد مدري قطارين يفوتن منا زين. تفضل يعني هاي حالة مال منظر لقطار يفوت منا. تفضل واحد بعد الادغال الموجودة هنا مجاور لسكة القطار، هذا المنظر اللي تشوفوه انتم، هذا المنظر اللي تشوفوه راح يصير هنا غابة. يعني القطار من راح يفوت داخل الغابة. أنا ما أعرف يعني أنا هذا وهذا القطار المتروك هنا، وهذا الوضع مال السكة، وهذا المنظر الموجود هنا أنا. ما أعرف أنا مدير السكة، بس احنا والله نعوف مدير البلدية، ونعوف مدير المي، ونعوف مدير الكهرباء، ونعوف كل الدوائر الموجودة. بس نجي على هاي الدائرة اللي داخل مركز محافظة بابل اللي هي سكة. يعني أنت يا مدير السكة، أنت يا موظفي السكة اللي مسؤولين على هذا المكان، معقوله ما اجى واحد شاف هذا المنظر ما عالجه؟ اذا كان يمه فهاي مشكله، واذا كانت الى يعني تابعه اداره اخرى كان المفروض
المفترض مدير الدائرة مدير القسم يروح يتابع هذا الموضوع ويرسل كتاب للجهة المعنية لمتابعة هذا الموضوع. يعني هذا منظر غير رائع. طبعا إذا تقدم لنا حتى أرجع لي وأصور صور المنظر من هناك. كل نفسي حاجي كل نفس الحكي ونفس الكلام. وهاي السكك وهذا وضعها وهذا منظرها اللي هي تدخل داخل مركز محافظة بابل تحديدا في منطقة البكرلي. نتمنى من هذا الفيديو متابعة هذا الموضوع السيد محافظ بابل الجهات المعنية. هذا ما يحتاج لا تخصيص أموال، يحتاج لمتابعة وجهد بسيط. دعونا نتابع التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا تعليق من فياض يقول: هو وينكو خدمات بالعراق؟ تعليق لدينا من نور الدجا تقول أو يقول: يعني من تقول له على هذا الوضع يقول لك ما عندي آليات تكفي. زين أنتم الميزانية مالت البلدية وين؟ الإيجارات اللي تأخذوها من المحلات وغيرها وغيرها، القديم والجديد، لا تغير حقيقي وملموس للمحافظة. تعليق من نور هدى تقول: مع الأسف على هيك حكومة، وين المحافظ وين مدير البلدية؟ ولدينا تعليق من ناجي يقول: حسبنا المنتقم الجبار من كل حرامي لقوت الشعب الفقير وخاصة خدمات التنظيف. نستمع لرأي السيد أبو مصطفى من الموصل. تفضل يا أبو مصطفى، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ المشاهدين. حياك الله. أهلا وسهلا. والمستمعين. أهلا وسهلا، حياك أستاذ. من 2003 والله هذا البلد خربوه، دمروا دمار مع كل أسف. ودبل يعني هذا البلد الغني بكل شيء، بس نعم. سبحان الله يعني لصوص جو ودمروا العراق، دمروا نعم. الشعب العراقي يومية هجوم، يومية هذا يهجم على هذا، يعني تالي ليون يودون الشعب مع الأسف. نعم. يعني ماكو عقلاء بهالبلد هذا، يعني سرقات. يعني كل مشروع إلا بي كل التخل يعني مع كل الأسف. برأيك هم للأسف فقدنا الاتصال. رد تسأل حقيقة، هل يرغبون بسماع صوت العقلاء؟ هم ذول اللي دي حكمون العراق صار لهم 20 سنة، هل يرغبون بسماع الرأي المضاد، الرأي الآخر اللي ينتقد اللي يحذر اللي يوجه نحو الصحيح؟ يقبلون يسمعون هذا الكلام لو سلاحهم أو سلاح ميليشياتهم يتكفل بالرد على هذه الأصوات أو على هذه الانتقادات التي تخرج من هذا المواطن أو من تلك الجهة أو من هذا الشخص؟ عندنا تعليق من أبو عمر يقول: السلام عليكم. عملاء الاحتلال وذيول إيران مستحيل يعملون شيء لخدمة العراق وشعبه، ملتهين بالنهب. أحد الأخوة أرسل لنا رسالة كتب فيها: هم يحبون الزبالة، تعليقا على المقاطع اللي عرضناها قبل قليل. طيب ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام لدينا في هذه الحلقة. ناشد مواطنون من مدينة الصدر الشرقية العاصمة بغداد الجهات الحكومية بضرورة الإسراع في إكمال الطريق الرابط بين حي طارق وحي الرضا، فقد تم الشروع في العمل منذ 8 أشهر وإلى الآن لم يتم سوى إكمال شبكة المجاري، وأعربوا عن غضبهم من التلكؤ الحاصل في هذا المشروع بسبب تجدد معاناتهم في كل صيف وشتاء. ففي الصيف يعانون من الغبار المتصاعد، وفي الشتاء ومع موسم الأمطار يتحول هذا الطريق إلى برك آسنة. دعونا نشاهد. حاليا مثل ما جاي يشاهدون صار أكثر من 8 أشهر على بدء الإعمار بهذا الشارع، وهاي وضعية الشارع وهاي حال الشارع. الجهات المعنية صار 8 أشهر تشتغل فقط بخط المجاري. حاليا خط المجاري اكتمل من البداية للنهاية. لكن يا أخوان، احنا اليوم راح نوجه رسالة للجهات المعنية، للجهات الحكومية المسؤولة عن تطوير شارع القديم اللي هي أمانة بغداد ومحافظة بغداد، جزء من يمه على أمانة بغداد والجزء الآخر منها واللي غاد على محافظة بغداد. هاي التفصيلة لازم تعرفوها، منك على محافظة بغداد ومنا واللي غاد. طبعا احنا واقفين بالمنطقة الحدودية اللي بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد. يا جهاتنا المعنية، يا جهاتنا المختصة، يا جهاتنا التنفيذية، يا جهاتنا الرقابية، يا جهاتنا التشريعية، ضاعوا الحال الناس.
الناس مقبلين على موسم شتاء. حاليا ما بقى لنا كم شهر للشتاء، وهذا شارع وهذا هي وضعيته، بالصيف ترابه وبالشتاء راح العالم تغط، لا اطفالنا راح تقدر تطلع ولا نسانا راح تقدر تطلع ولا الناس راح تقدر تمشي بهذا الشارع اذا اجى شتاء والشارع بهذه الطريقه. قسما بالله هذا الشارع راح يغط وبعد يعني ماله اي معالجه اذا اجى موسم الشتاء ووضعيته هيك مثل ما جاي تشوف. دور هذا وراك هذا الشارع العام، هاي وضعيته صار 18 كمل خط المجاري، وللان ما اعرف عن اداره مشاريع بغداد او الجهه المنفذه للمشروع لحد الان ما مباشره بالاكساء. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. تحدث أحد المواطنين من منطقة الحكيم بمحافظة ديالى عن معاناة أهالي المنطقة من انقطاع المياه واضطرارهم إلى شراء الماء بسبب أن أغلب خراطيم المياه التي تغذي المنطقة تم تقطيعها أو هي غير واصلة إلى المنازل بسبب أعمال الشركة في مشروع لشبكة الصرف الصحي. دعونا نشاهد. السلام عليكم. طبعا معاناة مو طبيعية من وراء هاي الشركة اللي قاعد تشتغل بمنطقة الحكيم، حاليا ما حفروا من مجاري، معاناة مو طبيعية، الصودات كلها مقطعة، هاي ما يقارب صار لنا شهر وشوية مي مشترى، الصودات كلها مقطعة، هذا كله شغل كلاوات، كله شغل كلاوات، والدليل راح نعطيكم، شوف هذا كله صودات مقطعة. تقولهم يقولوا يكذب عليك المهندس او المقاول او اي واحد يوم كلهم شيء لا تكذب، يقول لك راح نجيب الشفر راح نجيب لك رمي نسوي لك اياه، من يخليك تدخل للبيت بعد ما يجون يشتغلون اي شيء، هذا الشغل كله الكلاوات مالتهم. هاي الصوندات يدفنوها، شوفوها هاي الصوندات يدفنوها بالتراب هيك، والله العظيم على كل كلمه يدفنوها بالقاحج، تجي تنتظر مي ماكو، بعدين من تجي تطلعها تطلع مخليك اياها كشخه. صوندات كلها مقصقصه، واضحه؟ الله شاهد كله مقصقص، كله مقصقص، ها؟ شغل ما رهمت ولا صارت ابد، وهاي مو بس هيك شيء، هاي منطقه كلها المعانات، هذا فرع الزيديه، هذا مفلش بالكامل، وياها تحاكي كذاب دجله. مو شركة، أفشل شركة وصلت على وجه الأرض بديالة. الحفريات يوميا الحفريات، ما تعرف شنو هالفيلم. خيسة الشارع صار خيسة، وياهل حاكي يكذب من المهندس إلى مقاول إلى حتى العامل بيهم. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. انتقد أحد المواطنين الفساد الحاصل في عمل أحد الشوارع في محافظة كربلاء، حيث تم تكسير أجزاء من الرصيف بعد وضعه، وذلك لوضع أعمدة الكهرباء، متسائلا أليس من المفترض أن يتم دراسة المشروع والأبعاد المطلوبة قبل الشروع في التنفيذ؟ لنشاهد. ما أقدر أسكت على هذا الفساد، شوف هذا الرصيف مكسر بعد ما صابينه ومكلف فلوس، يا بليش والله تيالي يصير حنانة. زين وهذا المي اللي يجري بوار مكسرة، شوف ذاك الرصيف أيضا. زين هذا انتم ليش ما من البداية ادرس الشغلة انه التيول وين راح تصير عمدة الكهرباء وبالتالي ما ابنيها؟ ليش مو هذا مواد واسمنت ووقيت؟ شوف هاي المشاريع وهذا اللعب وهذا البوق وهذا التأخير وهذا التلكع، ومتحش وقال لك اسكت عم اسكت، كربلاء كلها عمار. شوف ذاك البوري الكيبل ما ادري شنو، هذا البوري هنا مكسور. زين ما اعرف شنو من شغل هذا، شنو من خريطي. الكارثه ما يعطونا للدوله ومشاريع، يعني اليات الدوله تجي دوائر الدوله المقاولين، الناس تعرف شلون البوق، هذا كله فساد وكله تاخير وكله بوق. هذا مليارات هنا جاية تنباق والشعب خبز ما عنده ياكل. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو جعفر يقول: والله من المعيب، أغنى بلد بالعالم ما عنده طرق يمشي بها. أبو فهد يقول: مبالغ الطرق والجسور في دوائر المرور، لعد وين تروح السرقات والفساد؟ واضح بس لا حياة لمن تنادي، حسبنا الله ونعم الوكيل.
أحمد يقول أغلب مشاريع المجاري على هالنمط، تلزق بتلزق. وخالد يقول يوميا كم مسؤول يعبر على هذا الجسر، سبحان الله ما يشوف الطسات لا حياة لمن تنادي. مشاهدينا الكرام دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم في حلقتنا لهذا اليوم ونستقبل السيد أبو علي من الديوانية. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حبيبي الوزير يدخل 4 سنوات ويطلع حتى ما حد يعرفه من الشعب العراقي. نعم. وزير الكهرباء، وزير الصحة، يعني هو علما مخلينا وزير غير يتفقد، وبالكهرباء يتفقد الكهرباء، يتفقد دوائر الكهرباء، وبالصحه يتفقد الصحه بالنواحي والاغذيه. شو ذولي يظل 4 سنوات وطلع اخذ 300 مليار وطلع. ما لا واحد يتفقد ولا هاي. طيب هذا في حال كان الوزير يعني مخير، لكن انت تشوف اليوم المسؤولين بالعراق مسيرين لو مخيرين يا ابو علي؟ والله يا حبيبي تريد الصحيح يا حبيبي ما يسمع بعدين حتى هم خياط الخضراء ما يسمع الحكي. يعني تتعادينا والله سأل الديوانية شلعة القوفة، للديوانية شلعة القوفة، والديوانية ما تطلع، يعني كلها تخاف ناس فقلة من دولة، لأن أحجاب أصابات أصابات. يعني برأيك اللي دي يصير اليوم من فساد وظلم لانه الشعب راضخ او راضي او 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 ضعيف امام هاي السلطه، لو شنو التفسير اللي بدنا نشوف اليوم؟ الفساد مستمر ويتنامى واكو حاله صمت من الشارع العراقي. الشعب لا حول ولا قوه. راضي او الله يسلمك. شلونك عاد؟ شلونك منو جايه؟ الله يخليك. شلونك حبيبي؟ مشتاقين. عاد مشابك. شلونك بالخارج زين؟ طيب عندنا مشكله بالاتصال. شكرا شكرا جزيلا، لانه حقيقه ما اعرف منو اللي. طيب هذا دخل على ابو علي، دخل علينا. طيب ابو علي موجود؟ فقدنا الاتصال حقيقه، وما اعرف هذا الخلل اللي صار. عموما شكرا لمن اتصل. مشاهدينا الكرام نصل إلى فقرة الإنفوغرافيك. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على معاناة مرضى الفشل الكلوي في المستشفيات الحكومية، حيث أشار عدد من المسؤولين على أن هناك أكثر من 500,000 حالة نشطة لمرض الفشل الكلوي في عموم المحافظات العراقية. إلى جانب ذلك حمل ناشطون الحكومة مسؤولية ارتفاع الإصابات بمرض الفشل الكلوي بسبب إيصالها مياه غير صالحة للشرب في شبكات الإسالة. التفاصيل أكثر في سياق الإنفوغرافيك الذي سنشاهده سويا مع حضراتكم. موسيقى
ولا هم يعالجون المرضى. احنا اليوم راح ننسحب حتى ما تصير مشاكل او مصادمات من الشرطه او شيء، لكن باكر نازلين احنا، شيء يصير علينا خلي يصير، نازلين باكر ننزل ونجمع تبرعات لهذا المريض الفشل الكلوي. مشاهدينا الكرام نستمع لرأي السيد أبو علي من الناصرية. تفضل يا أبو علي حياك الله. الله يجزاك أبو جاسم، شلونك حبيبي؟ أهلا وسهلا يا أبو علي، حياك الله. أهلا وسهلا. الله يخليك حبيبي، الله يحفظك. الله يسلمك. وأنا أقول لك هم دولة تمشيني، دولة يسمونهم بلد الخراب، دولة أوامر إيرانية، يعني هسه أمريكا، أمريكا يعني ما قادر عليهم، تدري كلش أمريكا، يعني هم متواطين ويانا خندق واحد. إيران وأمريكا دمرونه. نعم. بويا ما بيكم طلعوا، هو العراق إيش بيه بعد؟ كل شيء ما فيه دمرتوه. زين بلشتوا زين يعني شنو هاي؟ إيش بيه العراق عمي؟ ذهبي زين. نعم. كافي أنتم يعني زين اليوم السوداني أنت لما جاك هذا الإيراني يعني هو يخابرك يقول لك نفل سوي فتن. أنت مو عراقي أنت باكر بتموت، وين يطمونك؟ بإيران ما تفكر أنت باكر الله الله يحاسبك. ما تفكر انت عندك عائله يعني انت حاطينك شنو بقال دلال يعني مال بيوت انتم حاطينكم انت والمالك هذا منو اللي جابه منو اللي جاب للسوداني؟ السوداني ايران خليته ابو جاسم يعني مو قشمه ايران الله وكيل تدري شنو جابوه حطوه وكلهم ميليشيات دول شوف ميليشيات السدرين وغيرهم دول ماكو يندعون يابه القرعان احترق انتم يا قرعان القرعان زينداز الله وكيلك يا ابو جاسم القرآن إنجاز بالشارع حتى إنجاز القرآن الله وكيلك بالجامعة جسون بي وكم قرآن كم قرآن احترق على ايد هاي الميليشيات من 2003 لليوم بالعراق بالعراق الله وكيلك الله وكيلك نعم يحترقون ولا غيره مجانين الله وكيلك ناس يعني ما تقع مجنونها ما تقعون مجانين. طيب أنا أشكرك أبو علي من الناصرية وأعتذر منك لأن الوقت شارف على الانتهاء، شكرا جزيلا. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. جدد الخريجون القدماء عبر وسم الخريج القديم أحق بالتعيين، جددوا مطالبهم المتمثلة بالتعيين وإنهاء حالة التهميش والظلم الذي يتعرضون له منذ سنوات، مؤكدين أن التعيين يجب أن يتم بناء على أقدمية التخرج. دعونا نتابع بعض من التعليقات على هذا الوسم في منصة إكس. وجدان تقول: التعيين استحقاق وليس مطلب، آن الأوان لحسم ملف الخريجين القدامى من خلال استقطاب واستثمار هذه الكفاءات والطاقات المعطلة عن العمل وزجها في دوائر الدولة. تعليق من حسنين يقول: لا نطلب المستحيل ولا نطلب أن يكون لفئة دون أخرى، فالكل لهم حقوق والأولوية يجب أن تكون للخريج القديم، كونه ظلم وهمش وعطل لسنوات طويلة دون إنصاف من الحكومات السابقة. تعليق من هناء تقول: يكفي ما ضاع من سنوات العمر ونحن معطلون ظلما وقسرا، فباسم الإنسانية أنقذوا ما تبقى من سنوات العمر. وسامر يقول: نحن كفاءات وطاقات معطلة عن العمل وليست عاطلة عن العمل، آن الأوان لإنصافنا كون أعمارنا حرجة لا تتحمل التأخير. طيب بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.